والصويرة فرضت نفسها يعني في المنظومة السياحية المغربية. كاين هناك حظ لأنه غير بعيدة عن مراكش اللي هي عاصمة سياحة، وأي سائح إسرائيلي يزور مدينة مراكش وإلا يعني يقوم بزيارة المدينة العتيقة لموغادور. قبل أن أتكلم يعني على الأماكن الأكثر جذبا بالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين يزورون مدينة الصويرة، أريد فقط أن أشير إلى شيء مهم، وهو العصر الذهبي لمدينة موغادور في القرن يعني 18 والـ19 وإلى بداية القرن العشرين، حيث كان سكان المدينة ولا أكثر من نصف سكان المدينة كانوا من اليهود الذين ساهموا في بناء هذا العصر الذهبي، الذين أيضا ساهموا في بناء يعني مرسى مدينة موغادور الذي كان يلقب بمرسى تيمبوكتو آنذاك، وكان من بين أهم المراسي يعني بالمغرب. هذا ترك مجموعة يعني من الأمور داخل المدينة العتيقة حينما نتكلم عن التراث اليهودي، يعني في أي ركن من أركان المدينة نجد بطبيعة الحال هذا التراث سواء منه المادي ولا مادي. ومن بين الأماكن الأكثر يعني جذبا داخل المدينة بالنسبة للسياح عموما وخاصة السياح الإسرائيليين هي بيت الذاكرة، بيت الذاكرة الذي كان كنيسيت يعني شمعون عطية. هذا المكان الذي رمم مؤخرا وقام بتدشينه يعني ملك البلاد في يناير 2020، مكان رائع، مكان جميل، رمم بطريقة رائعة جدا ويعطي فكرة إلى أي حد يعني التراث اليهودي يعني جزء من ثقافتنا المغربية والذي يعود إلى أكثر تقريبا من 2000 سنة. من بين الأماكن الأخرى التي نزورها هو كنيسة حي بينتو. حي بينتو هذه الشخصية الأسطورية التي سكنت مدينة الصويرة في القرن يعني 19 والتي تركت بصمة يعني تاريخية داخل المدينة وفي تاريخ المدينة ديال الصويرة، هو أيضا يعني أصبح محجا لمجموعة من الزوار خاصة السياح الإسرائيليين ويوجد بمنطقة ملاح المدينة العتيقة. هناك أيضا باب من الأبواب الجميلة، باب القصبة الجديدة الذي يحمل نجمتين سداسيتين من الحجم الكبير، وهي من رموز بطبيعة الحال هذا التراث اليهودي. أيضا يعني نتوقف عندها نعطي بعض المعلومات التاريخية حول هذا الباب الذي يلقبه بعض الناس يعني بعض السكان بباب من باب اليهودي، وهو بمحادثة يعني المدرسة الإسرائيلية التي أسست بمدينة الصويرة في القرن 19. مرحبا بكم في بيت الذاكرة. هذا البيت اللي بيت الجميع، بيت العيش المشترك الحمد لله للمملكة المغربية اللي خرطت فيه من الأول للآخر. قبل ما نتكلم على بيت الذاكرة أكيد غندعوكم لواحد السفر عبر الزمن والتاريخ. الزمن تيحينا القرن 19 ملي كانت هاد البنايه منزل ديال احد التجار سيمون بن زيري عطيه. هاد التاجر كان معروف التجاره ديالو الخارجيه، فاحدى التنقلات ديالو ما رجعش يعني، اكيد العائله قصات الاخبار عليه تتسال على الغياب ديالو. عرفت الزوجه ديالو ميم عطيه انه توفي في ليبيريا وتدفن في لانجلتير. هي انتمشات لانجلتير ولكن ماشي باش تجيب الجثمان ديالو، اكيد عندها واحد الرساله نبيله وانها تهيئ مكان كنيس ديال الصلاة وسمتو بيعة عطية داخل محل سكنه، وهذه صدقة كصدقة جارية أكيد لتخليد الذكرى ديالو. وهذا الكنيس الحمد لله كانت عنده واحد لاسيناتور أنه سيني أمور، وهذا البذرة ديال الحب الحمد لله كانت المملكة المغربية إلا غيبوندي وي، قالت نعم لهذا المشروع باش انخرطت من خلال اتفاقيه ما بين جمعيه الصويره موغادور ووزاره الثقافه باش يكون مشروع ترميم اكس سيناغوغ سيمون عطيه باش يولي بيت الذاكره. اذا بيت الذاكره الحمد لله مشروع ثقافي بامتياز، سي ان اسباس دو في اون بروميير ليو، ولات اون ديستيناسيون الحمد لله ان بيلغيناج، ممكن نقولوا ان بيلغيناج دو توت لي فيزيتور، ان الحمد لله باختلاف الجنسيات باختلاف المعتقدات تبقى الانسان هو الاساس. الحمد لله بيت الذاكره مفخره للمغرب كصرح ثقافي بامتياز، عنده الخطاب الاسمى
والأهم هو الحمد لله المغرب المتعدد تحت إمارة المؤمنين عنده أكثر من دلالة. الحمد لله على السلم والسلام، وهذه البذرة ديال الحب اللي تنزرعوها من الصويرة من المغرب إلى بقاع العالم.